احييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا حلقتنا عبر الام تي في، ودائما بنبلش حلقتنا بمعلومه. بمعلومتنا لليوم، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أصدرت بيان قالت فيه أنه طلعت على الشكوى المتعلقة بقطع المي عن بعض المشتركين في محلة القياعة في مدينة صيدا والموزع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت المؤسسة أنه تم قطع توصيلاتها بالشبكة في محلة القياعة 7-8 حالات في مجمعين سكنيين مختلفين، واحدة طبعاً متعدة على الشبكة وأخرى متخلفين عن الدفع من 3-7 سنوات. أما الحالة الخاصة ببعض من لم يسدد اشتراك العام 2019 بسبب القطع الرئيسي ليس التخلف عن الدفع، بل وضع علبة العداد وتمديداتها غير صحية وغير الآمنة، الأمر يلي دفع موظف المؤسسة إلى قطع المي لمنع تداخل مياه الصرف الصحي مع طبعا مياه للمستفيدين، لأن المؤسسة تبادر تصحيح وضع الشبكة وإزالة المياه الواصلة للمواطنين، مؤكدة أكيد المؤسسة أن المخالفات وعزل عن المياه المبتزلة، ودعت أيضا إلى مراجعة مكاتب المؤسسة بهالخصوص. وبتحتفظ المؤسسة بحقها وبتمتنع عن عرض أو نشر الفواتير غير المسددة مع الأسماء حسب البيان يلي صادر، تجنبا للتشهير بالمواطنين، وبتذكر أنه قامت ومن بداية العام 2019 بتقديم سلسلة من التسهيلات بخصوص المتأخرات، وصلت إلى حد إمكانية تقسيط المبالغ المتأخرة على مدد زمنية تصل إلى 36 شهر، وأعلنت المؤسسة إمكانية تقسيط الاشتراك السنوي للعام 2019 على 4 دفعات فصلية، كما أتاحت للمواطنين الاستفادة من الحسم على الغرامات المستحقة على المتأخرات بنسب تصل إلى 90%، علما أنه القانون بحدد مهلة دفع الاشتراك السنوي بما قبل نهاية الصف الأول من العام وليس نهاية العام، وعليه فهي لم تبادر إلى قطع المياه عن أي مشترك إلا إذا كان من المتخلفين عن الدفع منذ سنوات طويلة ومن الذين رفضوا إنجاز تسوية المتأخرات وتقسيطها والاستفادة من الحصومات على الغرامات. بتابع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بتقول هي مؤسسة عامة مستقلة لا تحصل على سلف مالية من الخزينة ولا على موازنات، وما بتملك وسيلة للإنفاق على مشاريع يلي بتقوم فيها أو يلي هي بصدد القيام فيها إلا من خلال أموال الجباية من المشتركين، علما أنه المؤسسة وكما يعلم المشترك والمواطن وأيضا الإعلام والرأي العام تقوم بأعمال صيانة مكلفة للشبكات القديمة والمهترئة، وبتلبي فرق الصيانة التابعة لها كل الشكاوى وعلى مدار الساعة وبأيام العطل الرسمية والمناسبات والأعياد، وما بتشترط ولا بتربط إصلاح الأعطال لا بالجباية ولا بسداد الاشتراكات والمتأخرات. وإذ أسفت المؤسسة للأسلوب يلي عم يلجأ إليه بعض السياسيين وبتستغرب انحيازهم، وختم طبعا البيان إلى الشعبوية والأرقام الانتخابية على حساب الحق العام والمصلحة العامة، وبتأكد أنه للأسف الشديد والأكبر هو اعتماد التضليل وتشويه الحقائق وتصوير المخالفين والمتخلفين عن سداد اشتراكاتهم المتأخرة منذ سنوات طويلة على أنهم ضحية رغم كل التسهيلات يلي مقدمة لهم. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، ورح نبلش بالمتابعات. بالنسبة لمتابعتنا، كل يلي تواصلوا معنا وقالوا بموضوع صيانة الأبار الأرتوازية وقضية الرخص واليوم القرارات يلي صادرة عن وزارة الطاقة والمياه، يعني بمواصلتنا مع الوزارة عرفنا أنه بما يتعلق بموضوع الأبار الأرتوازية الخاصة بهم وزارة الطاقة والمياه، الإشارة لأنه باب التسوية لهالأبار المحفورة بدون رخص وعلم وخبر صادرة عن الوزارة
ما زال مفتوح لغاية 30 أيلول 2019. كما بتم إرسال كتب لأصحاب الأبار المحفورة بموجب علم وخبر قانوني للتقدم بطلبات استثمار لأبارهم. وأيضا أصحاب الأبار الشرعية يلي راغبين بتعزيل أبارهم أو يعني عندهم أي عطل فيها بإمكانهم تقدم بطلب التعزيل أو الصيانة عبر الليبون بوست حصرا حسب الآلية المعتمدة. وفي حال تعطلت مضخة البئر قيد الاستثمار ورغبة صاحبها باستبدالها بتم الاستحصال على موافقة الوزارة عبر التقدم بكتاب إلى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية أو إلى قلم الوزير. أما بالنسبة لموضوع المي خصوصا ببسكنتا وضواحية يعني الشاوية وبسكنتا، المي بتجي يوم إيه يوم لا، ولكن الظاهر أنه في ناس منا حاطة طابات للمي، من هيك عم بتكون فايدة عند ناس ومش موجودة عند ناس آخرين. من هيك رئيس بلدية بسكنتا جورج عالم، وأنا بدي حييه لأنه استلم كمان جديد، أصدر تعاميم، ومن بين تعميم بيتعلق أيضا بقضية الطابات المي. واليوم بلشت شرطة البلدية تمر على الكل حتى تأكد على وجود وضع طابة على خزانات المي حتى ما تفيد هالمي على الطرقات وتحرم غيرها من أكيد شيء اسمه مي اللي هو الحياة. التعاميم يلي صدرت عن البلدية بيقول التعميم من أجل المساهمة في إنجاح أيضا الحفلات والنشاطات والمناسبات العامة في البلدة معا لتضارب تواريخها، يطلب من الجمعيات والأندية والأوقاف كافة التي ترغب بتنظيم مختلف أنواع النشاطات العامة حجز التواريخ على رزنامة البلدية. وأيضا حفاظا على السلام العام وتسهيلا لحركة المرور، يطلب إلى كل أصحاب السيارات يلي بحالة الأنقاض والمركونة على جوانب الطرقات المبادرة إلى تسوية أوضاعها القانونية وإزالتها من الأماكن المذكورة ضمن مهلة أسبوع من تاريخ التعميم، حيث يصار إلى طبعا إلى رفع من قبل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكيها. كمان يمنع حفر الطرقات والممرات العامة لأي سبب كان قبل التقدم للبلدية لاستحصال على التراخيص القانونية والالتزام بإعادة الحال على ما كانت عليه، على أن تتم هذه الأشغال تحت إشراف البلدية وذلك تحت طائلة المسؤولية. أما بما أني بعد عم بحكي عن بسكنتا بدي أتوقف شوي حول طريق بسكنتا الشاوي عين الأبو. المتعهد كان بلش بحفر ولتمديد أساطر للصرف الصحي، ولكن اليوم الطريق مقفلة لأنه لا تزفت الطريق ولا تساوت. والبلدية والنائب إدي معلوف عرفت كتير مصرين وعم بيتابعوا مع المتعهد حتى يخلص الأشغال أقل يعني للتصفيت، حتى تقدر الناس أنه من بعد أكثر من سنة من الأشغال أنه تتمكن تسلك هالطرقات بشكل سليم، لأنه ورشة وقائمة واليوم مسكرة لأنه ما بيقدروا يقطعوا على الطريق. أنا بعرف موضوع المتعهدين، وسمعت مبارح أكيد تابعت مؤتمر الصحافة لنقيب المقاولين والاتفاقات يلي قالوها، يعني ما بدهم المقاولين أو المتعهدين إلا ولأنه دفعة من الدفعات المفروض يخدوها حتى ما يوقفوا أشغالهم، حتى يستكنوا الأشغال وما يتركوا الطرقات بحالة يعني يرثى لها. المقصود بيكون أنه ننظم طريق ونظبطها ونعمل إمدادات وبنى تحتية، ولكن بس تخلص بنوقف مع الزفت ومع إعادة تأهيلها كأنه ما عملنا شيء. فأنا بتمنى أنه يكون في إسراع بهذا الموضوع، خصوصاً أنه غبطة البطريرك الكاردينال مبشارة بطرس الراعي بثلاثة تموز طالع على المنطقة حتى يدشن لميسيون دو في مقر لإلون. أكيد مفروض تكون طرقات خلصت قبل بوقت حتى يقدروا كل المعازيم وكل الأصدقاء وكل الناس اللي وأهل المنطقة يلي هن بالمنطقة يلي بده يقصد المنطقة يكون عم يوصل بطريق تليق، يعني يكون فيها كامل شروط السلامة. باخذ اول اتصال لليوم. الو تفضلي. بونجور يعطيكي الف عافيه. اهلا وبشكرك لان في حدا يوصل صوتنا. اهلا وسهلا. واذاعه الام تي في بذات الوقت. اهلا. انا بالاشرفيه تحديدا منطقه ساسين. نعم. كل سنه بأننوا المي علينا بايلول، بس هلا بلشوا بكير، يعني كانت عم تجي بالشتاء يوم ايه يوم لا،
وهلا اليوم يعني وأولت امبارح اجت شي ساعتين يعني بلش بده يمشي السيترنات بالأشرفية ونحن يعني مخنوقين مثل ما بتعرف كل الشعب مخنوق. المعروف انه الأشرفية يمكن منطقة الأغنياء بيعدوا فيها بس ثلاث ارباع مخنوقين والشعب يقيس. بس انا بحب وصل صوت منطقة بكاملها بكاملها. ليش الشعب ميت؟ ليش ما بيحكي؟ في مافيات عم بتمشي هالسيترنات. انا سنة الماضي حاطة 3 مليون سيترنات مي يعني مخنوقين. شو بنعمل؟ بنشحد؟ بنروح نقعد بالخيم بركي بيأمنوا لنا المي؟ ما بعرف. بترجيكي وصلي لنا صوتنا. كنا راضين يوم اي يوم لا. الدنيا شتت كتير وبالشتي كانت عم تجي يوم اي يوم لا وكنا راضين يعني. بس كتير هيك ما عم نلحق يعني مخنوقين موجوعين. ما بعرف يا رب بجبولنا باخرة بياخدونا من هون. لا ما رح نروح. أنا من اللي ناضلوا بالأشرفية وأنا بالحرب كنست الشارع. بس يعني شو بدي أقولك مخنوقين. ليك اللي عم بتقولي معك حق يعني. تلفنت على شركة نعم. المي حولوني من رقم لرقم محل الشكاوى. قال لي هون أنا مالية. قلت له نحن دافعين يعني. وقال لي شو بقدر أعمل لك؟ قلت له ما بعرف. كل سنة بصيروا السيترنات يسرحوا ويمرحوا هون يعني. صفت مفضوحة يعني للشعب. مش مجديب نحن مش لا لي الكول سنتر رح لاني منحط رقمه ونرجع على الشاشه. الكول سنتر اللي بتلقى الشكاوى لكل مصالح اللي تابعه لمؤسسه برج جبل لبنان هو يلي بتلقاها وبتابعها مع كافه المصالح. رح نرجع نحط الرقم على الشاشه. بس وصلي لي صوتك اكيد بترجيكي. اكيد رح اوصل صوتك ورح اقول مش بس بالاشرفيه اي حدا. اليوم نحن عم نعيش اليوم حاله بعرف أوضاع معيشية كتير كتير صعبة وكتير ناس عم تترك أشغالها قسرا وناس عم يصرفوها وناس ما عم تشتغل. في ظروف كتير صعبة عم بتمر على ناس هالبلد. مش حتى كمان ما يطلع لهم هالنقطة المية اللي هي نعمة من ربنا ونحن كإنسان بدنا نوصلها بعدالة للناس. هذا شيء معيب يعني علينا. يعني للسيترنات بدها اياها وما بنعرف كمان السيترنات شو نوعية المي كمان يلي عم بتجيبها اذا نظيفة ولا مش نظيفة ومنين عم بتجيبها. ومفروض انه كمان ينوضع حد للموضوع مع اول الصيف. هلا بدي اشوف مع المؤسسة كيف معتمدين التأنين ولي واكيد بجاوبكم. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو بونجور مدام. بونجور. من بعد إذنك في عندي شكوى صغيرة بخصوص عدد ساعات القطع. هاي شغلة إلى خصة بوزارة الطاقة. كانوا يحطوا لنا عدد ساعات القطع لأنه نحن بزحلة بندفع كيلووات ساعة. يعني قديش بدور أستاذ أسعد نكد قديش بتدور الدولة. فالمطلوب وزارة الطاقة كانت تحط على الويب سايت تبعها عدد ساعات القطع الشهري تبعها. ما بقى حطوه من شهر نيسان لهلا. بتحسي بتوقعت إنه في 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 شيء غلط عم بيصير على هالويب سايت. على طول عم جرب اني اتصل فيهم لحتى اقول لهم انه نحن بندفع كم ساعه بيدور لنا اسعد نكد بندفع عدد ساعات بسعر الكيلووات. فبتمنى عليكي وعندي رجاء خاص لانه مرة الماضي مثل الماضي انا تلفنت لحتى حكيتك بخصوص هالموضوع. نحن من اللي استفادوا بالفاتورتين ب 20% دو موا يعني وفرنا لنا بين ال 15 ل 20% على الاكيد. بس برضو عدد ساعات القطع ما عم بتكون واضحه عنا لان وقفوا هالشيء على وزاره الطاقه على الويب سايت تبعها. فبتمنى عليكي انه بركي تنتبه هالموضوع لحتى نخلي هالناس المعتره مش قادره تدفع فواتيرها تكون عم تدفعها مظبوط. وانا بشكرك يا اختي. اهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتبه. نتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو الو اهلا مرحبا. مرحبا. بدي اقول لك انه هذيك المره حكيت معك كرمال عم كبوا الزباله عنا. وين؟ بعلمة. ايه ايه بعد ما عندي شيء. قضاء صغرتا عم قال لي. قضاء صغرتا. ايه ايه عرفت كثير عم يحرقوها وعم تضايقنا الريحه كثير كثير يعني عم يحرقوا كميه كبيره منه شوي وشوي يعني كميات كبيره عم يحرقوها.
ايه اوكي اوكي رح شوف. عنده عندكم بلديه بعلمة ما هيك؟ في بلديه. ايه اوكي اوكي ميرسي انك جاي تذكرتنا. يعني موضوع حرق النفايات هيدي نغمه رجعنا عم نرجع نشوفها، لانه بعد ما في خطه للنفايات حتى نحن نعتمدها بلبنان، لانه بس بلبنان عندنا نفايات صلبه، بغير بلدان ما عندهم، بس بلبنان ومش عارفين شو بدنا نعمل. جبنا خبير من برا تيقلنا يعني ليش هالروايح طالعه، ما كنا عارفين انه مكب الكوستا برافا وصل الريحه على نص الطيارات، وما كنا عارفين كمان انه مكب البرج حمود واصل على جل الديب وواصل على عين سعاده. هيدا شيء ما بيجوز. وحرق النفايات شمال ويمين يعني كمان هيدا كلها دليل تلوث زياده، أمراض زيادة، ونرجع بنقول عندنا أكبر نسبة مرضى سرطان. السرطان يمكن أهم شيء هو الستريس، وهذا ما في حدا من الشعب اللبناني معايش ستريس، وكمان موضوع التلوث اللي جاي بالهواء بواسطة الدخان. من وين ما أجا دخان ملوث؟ فكيف إذا كان نفايات وما معروف شو فيها هالنفايات كمان، لأنه كله مخلوط ببعضه. يعني اليوم قبل بكرة بعرف أنه معالي وزير البيئة كتير جدي بهذا الموضوع، وبعرف أنه عم يعمل المستحيل حتى يلاقوا خطة تكون قابلة للتطبيق، وإن شاء الله الله يعطي بإيده، لأنه إنه توسيع المطامر هيدا ما بفتكر هو الحل الأنسب مع يلي عم نعيشه بهالأيام هيدي، عدا عن الإحساسية وأمور عديدة. ومبارح طبعا مصلحة البحوث العلمية علوم البحار قالت لنا وين لازم نسبح ولين ما فينا نسبح. السباحة مش بس المي إنه فيها ملوثات، تعمل إحساسية بالجلد وبتعمل يمكن كمان سرطان للجلد، وهون الخطورة. صورة اليوم نشوفها سوا. صراحة هالصورة هيدي صور وعدة صور بالأشرفية ساحة السين. نجيب صعب يلي هو ناشر مجلة البيئة، ومنعرف هو موقعه كمان بالعالم العربي موضوع البيئة، بيبعث لمعالي وزير الداخلية والبلديات ريا الحفار، وبيقول لها في لوحات الأمور اللي تم تركيبها ببعض شوارع بيروت تفوح منها روائح السرقة أو الغباء أو الاثنين معا. أضعها في تصرف معالي وزير الداخلية أنه من المعيب السكوت عنها في وقت تعمل الحكومة إلى وقف الهدر وتخفيض العجز. إشارات جديدة ملتصقة موجودة سابقا وبحالة جيدة، إشارات جديدة خلف بعضها ولا يمكن قراءتها، إشارات منع الزمور وهو أساسا ممنوع في كل بيروت، إشارات جديدة بتحدد السرعة بأربعين كيلومتر، وعلى بعد أمتار منها إشارات قديمة بتحدد بثلاثين كيلومتر، إشارات بتنبه للمشاة من جهة لا تمر السيارات، عدد اللوحات كبير جدا على مسافات قريبة بما لا ينسجم مع المواصفات الدولية. أما الرسومات على أرقام السيارات الجديدة اللي ما بتنطبق أحجام الحروف والأرقام فيها على أي مواصفات متعارف عليها لا يمكن قراءتها بسهولة، حيث تختلط الأرقام بالحروف. لماذا تلزيم هذه الأمور الجدية إلى هواة؟ بيسأل من هو الاستشاري، وهل هكذا تصرف الهبات والقروض الدولية؟ طبعا احنا بانتظار معالي وزير الداخلية والبلديات الإعاز لمن يلزم بهذا الموضوع. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.